عمليا هنالك خطوة دبلوماسية اتخذتها أوكرانيا اليوم على ما أعلن وزير الخارجية الأوكراني، قال إن بلاده حركت اتفاقية أو وثيقة فيينا، آلية الحد من المخاطر ضمن هذه الآلية البند الثالث من وثيقة فيينا، على روسيا تقديم شرح كافي وشافي بالنسبة لأوكرانيا حول التحركات العسكرية الروسية سواء في روسيا أو حتى في بيلاروسيا، عليها تقديم تاريخ انتهاء هذه المناورات العسكرية وسحب الحشود عليها، تقديم معلومات عن كافة الأسلحة والعديد أو عدد الجنود الذين تستخدمهم في هذه المناورات خلال 48 ساعة في حال لم تجيب موسكو على مطالب أو على هذا الحراك الدبلوماسي الأوكراني، فإن أوكرانيا ستتقدم من طرفها لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، خاصة وأن هذه الوثيقة هي عمليا تابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ستتقدم بطلب مؤتمر دولي عاجل. في هذا المؤتمر سيكون على روسيا تقديم كافة المعلومات التي تطلبها أوكرانيا، خاصة وأنها ترى بأن هذا الحراك العسكري أو المناورات العسكرية على الحدود معها هو يشكل خطر كبير لها بحسب تقارير استخباراتية سواء محلية أو حتى أجنبية. بخصوص الحراك الغربي كوثر، هنالك مخاوف باتت الآن في الداخل الأوكراني، الصحف الأوكرانية باتت تتحدث عن احتمال التوصل إلى صفقة ما بين الغرب وروسيا تكون على حساب أوكرانيا، لذلك هنالك محاولات للتأكيد على أن أوكرانيا يجب أن تكون صاحبة قرار في هذا الحراك، ولكن هنالك حتى بعض الصحف المحلية باتت تقول بأنه ربما على أوكرانيا أن تقدم بعض التنازلات، خاصة وأن الغرب لم يقدم دعما عسكريا فعليا، بمعنى أنه لم ترسل دول الناتو أو دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة ولو على حد بشكل منفرد قوات إلى الداخل الأوكراني تساعد في صد أي هجوم روسي على الأراضي الأوكرانية، وبالتالي فإن أوكرانيا ستخوض هذه الحرب بنفسها دون أي مساند أو دون أي دعم غربي بشكل مباشر. العقوبات الاقتصادية التي تهدد بها الولايات المتحدة الناتو والاتحاد الأوروبي غير كافية، وكانت بحسب صحيفة كييف بوست هذه العقوبات عام 2014 لم تؤثر بشكل كبير، خاصة وأن أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي أو دول الناتو تسعى بأن لا يكون هنالك تأثير على المواطنين، أي دولة تفرض عليها عقوبات، بالتالي هذه العقوبات لن تؤثر على النظام في موسكو على حد تعبير الصحيفة. إيكونومست بالمناسبة قالت في أن تحدثت عن هذا السيناريو بأن الغرب قد يتوصل إلى اتفاق مع موسكو بعيدا عن كييف، وفي هذه الحالة فإن ربما تتعرض أوكرانيا لحرب أهلية داخلية في حال قبلت بهذه الصفقة، خاصة وأن الشعور القومي هنا بين الأوكرانيين الآن مرتفع ولن يقبل بأي تسهيلات أو بأي تنازل من قبل الحكومة الأوكرانية لروسيا، على غرار ما جرى في عام 2014 عندما وافقت أوكرانيا بعدم خوض حرب طويلة مع روسيا عند احتلالها شبه جزيرة القرم في ذلك العام. نعم.